الحال، كنستنى غير كلشي لاباس باش تعاودوا. حنايا ما كنعاودوا حتى جديد، ما عندناش الجديد الصراحه. السيمانه كدوز في الخدمه، العشيه تخلص راه ديما كاين ما يدار هكا ولا هكا ولا هكا، والويكاند هو كيدوز طاير. المهم كلشي كيدوز طاير تاعنا في هذه البلاد السعيده اللي شافها مقناطه، ولكن الايام تمر ديما كيدوز كلشي. العطله كيما عرفتوا راها سالات، يعني واخا كنت انا باقا شويه ناشطه حيت دوزت غير نص العطله، شديت غير نص العطله في الصيف، وقلت النص الاخر غادي نمشي في اكتوبر. عرفتوا مع العام فات مشيت في اكتوبر، عجبني الجو، عرفتي واحد الجو في داك اكتوبر في المغرب، يا سلام. واخا الدراري كيكونوا رجعوا للمدرسه، ولكن كيكون واحد الهدوء، واحد الجو زوين كالم. المغرب ما كيكونش عامر بدوك التوريست ديال الصيف، ديك جري عليا نجري عليك، كتكون القضيه مادنا اللي بغيتي ديريها كتوصليها، ما كاينش داك الضجيج داك الغوات وكل مول داكشي مكالمي اي حاجه، ما كيكونش داك الغلان نيت ديال الصيف. حتى من على سبيل المثال غير الطوموبيل، الطوموبيل فاش تنكريها انا في الصيف تقريبا 8000 ريال، تقريبا 8000 ريال، وفي اكتوبر كنكريها ب 4000 ريال. يعني شي حاجه اللي زوينه وعجبوني العجبه، وكان الحال سخون العام فات، كان سخون عجبني انا لا البنت، وقلت غادي كما العاده قسمت العطله، قلت غنمشي شويه هكا وشويه هكا. المهم عجبتني، غادي نعاود هاد العام ونشوف ندير عاود ثاني الاجواء واش بحال العام فات ولا، حيت ما عمري ما مشيت في اكتوبر صراحه، ما عمري سنين ما كنمشي، كنمشي لواحد غير في الصيف ولا في راس العام ولا بحال هكا. ايوا هاد العام مشينا عيدنا، ودابا غنمشيو في اكتوبر عاوتاني، اما جوج ولا ثلاثة د السيمانات مازال ما عرفتش. ايوا هذا هو الجديد، حيت جاتني ديك العطلة بكري، جاتني شوية بكري نيت شهر ستة، جاتني شوية بكري وضروري ما نعوضها عاوتاني، يا اما شهر 11 يا اما شهر 12 مازال ما عرفتش، حيت غيكون عندنا واحد الحدث وخصني ضروري نبلاني ليه حتى هو باش نحضر ان شاء الله الى كتب. ما عمرنا ما كنحضروا لا في مناسبات ولا، ايوا هاد المرة ضروري ما خصنا نحضروا في المناسبة. الجو اليوم صباح زوين 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 زوين، وليت في العشية البنات اللي كيبغيو يديروا الرياضة، والله العظيم إلا واحد داير تندير أنا واحد القضية إلا ما خرجاني عاجباني، تندير شوية الرياضة في العشية، من العشية للعشية كندير الرياضة، إما مع ديك سارة بوب فيت، كتعرفوا سارة بوب فيت راه كدير الرياضة، يمكن إلا سورية هي كدير لي كواس ديال الرياضة في اونلاين في التلفازة، كدير داكشي واعر. ولا بالنسبة للبنات اللي هنايا في الألمان كاينة باميلا غايف، حتى هي واعرة، عرفتي البارح درت معاها واحد الكورس، والله إلا كتقدري كتقدري، وعرفتي أنا قلت غير اللي يتبع غير بحال دابا جوج حصص ولا ثلاثة في السيمانة، شكيت أنا قلت غيجيبو نتيجة. المهم أنا راني متبعة معاهم، غادي نشوف النتيجة وغادي نقول لكم أشنو كاين، حيت انا ديجا بعدا عندي الفيتنس، تنمشي للفيتنس ونمشي، وقلت غادي نبقى ندير واحد جوج حصص في الدار وغادي نشوف واش غنجيبو شي نتيجه ولا لا، حيت الواحد زاد شويه في الوزن اللي تمشي وضروري ما خصنا نديرو شي حاجه، ما خصش الواحد يبقى عاوتاني غير جالس وناعس، غادي نمشيو في الخسران اللي قال الاولى. والمهم هاد الجوجات ديك سارة بوبفيت هي بالعربيه، ولاني عندها لي كواس واعرين صراحه، كتموتيفي الواحد كتموتيفي، واخا ما يكونش عندك لوست باش ديري الرياضه ولا ما عندكش ني داك لونفي باش ديري الرياضه، وراكي عيانه وما عرفتي 45 دقيقه معاها كدوز طايره، كتموتيفي بالهضره بالضحك بالنشاط بكلشي بكلشي. المهم وباميلا رايف هي كدير بالصامت، داك الصامت شويه كيجيب شويه لانغبايلي ممل، داكشي انا باش تنفضل سارة بوب فات، هي كيما قلت لكم تتموتيفي زوينه. المهم انا غادي ندير نشوف النتيجه وغادي نرد عليكم، غنقول لكم واش داكشي زوين ولا لا. حتى عندي من الاربع للاربع كندير ايروبيك، وقلت غادي نبقى ندير جوج مرات في الدار ونمشي ندير الايروبيك وغادي نشوف النتيجه كي غادي تكون.
حيت صافي تتوصل لي هذيك 7 ولا 8 كنقول غادي نشعل التلفازه عوض ما نبقى غير شعله كنتفرج، ولا دايره التليفون وغير جالسه حتى تيضرك الكتف ويضرك كلشي. اللي ما كتبقاي غير شعله التليفون ما مستافده منه حتى حاجه. اللهم انا ندير تندير ديك 45 دقيقه انا عجبتني شخصيا. المهم غير كنقول لكم ربما نموتيفيكم شويه البنات اللي عندهم مشكل، والبنات اللي عندهم مشكل باش يتحركوا، البنات اللي عندهم مشكل بحال دابا تيوصل العشيه ما كيلقاو ما يديروا، ولا اللي ما كيطرشق لهمش يمشيو للفيتنس، ديروا جربوا واحد المره ولا جوج ديروا عادي. ماشي كما راهم كثار كثار، كاينه اللي كدير غير الشعبي وتبقى دير الرياضه معاه حتى هو راه كيجيب نتيجه، حتى يجيب نتيجه. وراني واخا كندير الرياضه وكا المهم ضروري عاود الواحد ما كيما كتقول البارح البارح راه كدير الرياضه وكتقول واخا كندير الرياضه ضروري ما خصنا نقصو من السكر ومن كل الهيدرات، يعني من الخبز بطاطا نودل سباغيتي لي بات هادشي كله قالت لك ضروري باش تجيب نجيبو نتيجه احسن. المهم هي راه صعيبه ولكن المهم انا غادي سيستم واحد الشهرين وغادي نرد عليكم نقول لكم واش القضيه زوينه ولا لا، واش جاب نتيجه ولا ما جابش نتيجه. المهم هادشي اللي كاين. راني شي سيمانه ولا 9 ايام وانا المهم على هاد الحال، ما كنطلعش الميزان، الميزان ما كنطلعوش كاع ما كنطلعوش، وقلت غادي نتبع ونشوف. وشويه الماكله كنحاول، هي صعيبه هي ديك العشيه، العشيه فاش تكوني جالسه وكيجيك داك الملل هي اللي كتجلسي هز الريعه الشيبس المهم اللي لقيتي راك كتبقى غير تاتا. اللهم من الاحسن نمشيو نعسو بكري، وفاش تنعسي بكري راه ما كتنشي ما والو كتلقاي راحت الله. ايوا المهم وهادشي وزيد على ذلك راه 8 السوايع هاد الخدمه راه فيها الحركه، 8 السوايع تبارك الله وانت واقفه راه الحركه، ولا اني واخا هكاك راه الحركه الخدمه ماشي هي الرياضه. صباح غير ما لقيت فين ندير باش نصور، واحد الغروب كيكون
ساعة ولا 140 ساعة.